شو رايكم هلا نروح لعند المدام نجلة أباني لحتى تخبرنا عن حظوظنا وأبراجنا وشو مخبي لنا الفلك بختام هاي الحلقة؟ طبعا هاي الفقرة كلياتكم بتنطروها. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا مدام. صباح الخير يا أملي. صباح الخير للجميع. إن شاء الله أيامكم دائما سعيدة، ضلوا دائما بخير، دائما مرتاحين مبسوطين. اليوم 28 آب بشكل رسمي تقدم عطارد في برج الأسد. عطارد هو كوكب السفر لأوراق المستندات، كوكب له علاقة بالإنترنت، له علاقة بالكهرباء، والأمور إن شاء الله تكون جيدة للجميع. تقدم في برج الأسد، الفترات الأفضل تعتبر للحمل لبرج الأسد، لبرج القوس، وبالتأكيد الجوزاء بلشت أموره كمان تتحسن كونه كان متعب من تراجع عطارد. هو عطارد كوكبه الأساسي، وأكيد القوس كمان كانوا متعبين، والحوت هالفترات أفضل بالنسبة لألهم بكتير. طبعا ما زالت الزهرة لآخر الأيام في برج العذراء، 30 بالشهر بعد بكرة رح تدخل إلى برج الميزان، تبلش كمان تريح الجوزاء، الحوت، الميزان على الصعيد العاطفي والمالي. وهاليومين لسه في جزء من تعب، إن شاء الله الأيام الجاي أفضل. المريخ في برج الجوزاء، المريخ يعني عامل نوع من أنواع المتاعب للقوس، للعذراء، الحوت، بس أنا دائما بشوفه بأواخره، يعني الكوكب بس يكون بده يطلع، لأنه 4 بالشهر هو 3 بالشهر رح يطلع يدخل على برج السرطان، بحس أنه بتقل فعاليته. ما بعود بسمع كتير متاعب يعني عموما من وجود هذا الكوكب. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم مانو مرتاح ومحتاج حدا يرفع له معنوياته. ما بعرف، يمكن تساير أوضاع طارئة، ويمكن محتاج تكون متحفظ عموما، أو الأمور ليست على مستوى الجهد المبذول، تصرفاتك عفوية يمكن، ومحتاج أنك تتحلى بالصبر. كأنه برج الحمل اليوم فاقد للمساعدات أو للدعم، يعني محتاج الحكاية هدوءك ودقة أحكامك. مولود برج الثور، اليوم في أخبار جيدة، اليوم تحديداً ممتاز لعلاقاتك الشخصية والعاطفية. أنا بشوف الأمور رايحة باتجاه الأفضل، خاصة أنه في ناس اليوم قادرين يساعدوك. هاي الفترة للحركة السريعة، ليكون في عندك هيك عم تمشي باتجاه أهدافك بدون تردد، لزيارات، لأعمال، لأمور تفتح لك آفاق، عم توصل لتحقيق أمنية يمكن، والأمور تتحسن والحظوظ مؤازرة. مولود الجوزاء اليوم الأمور جيدة لألو، مع أنه أنا بشوف يعني مش مشاكله مالية. هلأ التراجع دائما بيعني صرف إضافي لبرج الجوزاء بالذات، كونه بالنسبة له كوكب يعني المال، هو أصلا كوكبه الأساسي للجوزاء للعذراء، كوكبه الأساسي عطارد، فبالتراجع دائما بيكون في صرف إضافي. هلأ صار في تقدم، صار في، إذا عندك قصة مالية مؤجلة، إذا عندك قصة يعني مستحقات لازم تتسدد لك أو شيء من هذا القبيل، أو الطالب بحقوقك المالية، فآن الأوان مولود الجوزاء. هاي الأيام أيام جيدة لك، مع أنه دخلك لم يقل، وأنا برأيي صرفك عم يكتر، يعني المال اللي عم يلزمك أو اللي عم تصرفه رح يلزمك لأماكن أخرى أكثر جدوى. مولود برج السرطان اليوم القمر ببرجه عم بيميل ليكون سعيد بتجمع، عم بتعيش محادثات مكثفة، عم بترتب أمورك بشكل إيجابي، يعني لو كنت عازباً ربما تفكر بالارتباط. والحقيقة هذا الشهر القادم، أنا قصدي لآخر أيلول، الأشهر الأفضل لتتمتع بجاذبية، لتكسب تأييد، لتسيطر على أمورك ولتلتقط فرص. يعني عم تتلقى دعوة أو مناسبة أو تجمع، أو عندك قصة هيك العلاقة بمصالحات، الأمور لألك إيجابية مولود برج السرطان. طبيعي والأمر ببرجك أنك تبلش تصحح أمورك. برج الأسد اليوم متعب، وما تعلق أخطائك على الآخرين، كأنك بحاجة لحماية مولود برج الأسد. حاول أن تكون متكتماً بعلاقاتك، يمكن في قضية أو مواجهة أو أخطاء سابقة، ويمكن تعيد بعض الحسابات. أنا برأيي اليوم في نميمة أو شائعات، أو يمكن تغضبك أشياء ما كتير ضابطة معك مثل ما أنت بدك. على الأقل قلل من أخطار الانفعالات وكن سرياً عموماً مولود برج الأسد.
تعاود السيطرة على أمورك مولود برج العذراء، وتستمد القوة من أصدقائك ومعارفك. محدث، دمث، لبق، محبوب، غفور بطبعك أو مسامح. تتخلى عن عنادك وتتقبل أخطائك وأخطاء الآخرين وتسترجع شعبيتك. اليوم كرمك وطيبة قلبك عم بيخلي الناس اليوم تحبك مولود العذراء. مولود برج الميزان، اليوم الأمور لألك معنا كتير مريحة. من مبارح بعد الظهر عصبي شوي، أو عم بتحمل المحيط سبب توترك، أو أحكامك سريعة، أو حساس من أي كلمة تقال. ضيقك غالباً سببه نفسي، فسيطر على مشاعرك السلبية. اليوم حاول تحذر الصدامات، والجوم طاقتك بالردود الانفعالية. غالباً الميزان خائر القوى ومتعب، ويمكن عم تاخد قرارات انه انا بدي بعد عن الجميع، مالي خلق. في احتجاج حواليك مولود الميزان. مولود العقرب، احد الايام الايجابيه اللي فيها عوائق صغيره تتعداها بثقتك بنفسك، بابتسامتك، باصدقائك، بمعارفك، بمساعدات. اليوم تصادف ظروف ممتازه الحقيقه، متحمس للجديد، تخلصت من الماضي اللي مسبب لك مشاكل، واليوم في حوافز، إرادة، في حظوظ جيدة. تتحسن معنوياتك مع تقدم الشهر، ورومانسي ولطيف ومجامل مولود العقرب. هلأ كمان رومانسي ولطيف ومجامل القوس، يوم عم تتحسن أمورك، يوم فيه جاذبية وفيه طاقة وفيه حظوظ مساعدة. لا ترفض مساعدات من الآخرين، والتفت لشؤونك الخاصة. حاش تتدخل بشؤون الآخرين اللي ما كتير بتعني لك، وتاكل همهم كأنه همك. كل همك أنت، لأنه العشرين يوم الجايين لا يعتبروا كتير الأفضل. فكساب العشر أيام هاي لترتب أمورك. أنا برأيي القوس هالعشر أيام بالذات عنده قصة مهمة، ممكن تكون ورقة، ممكن ترقية، ممكن سفرة. يعني شخص مرح عموماً وإيجابي. الجدي، تأجيل، تأخير، قصص ما عم تزبط مثل ما بدك، ممكن توتر محتمل، أو إصدار للأوامر، أو نزق عدائي ربما. عم بتصعد الخلافات حيث لا يجب. ما بعرف، أنا بشوف إنه اليوم حاول تحرص على مواعيدك، وانتبه من الغضب اللي ما له مبرر يمكن، وتجنب الخلافات والقطيعة. مزاجك مو رايق اليوم مولود الجدي. مولود الدلو، الأمور جيدة لقلو، مع أنه اليوم ما فاضي حك راسه، انشغالات كتيرة، مساعدات قليلة. ما بعرف إذا في أعطال، في تأجيل، في تجارب صعبة، أنجز في بعض الأخطاء بالعمل. يعني شهر للعمل كتير على كل الأحوال، لذلك أنصحك أن تعمل بما تحب. يعني عجلة الحظ من حواليك بلشت تتحسن. برج السرطان، الأمور لألك برج السرطان، برج الحوت، اليوم الأمور جيدة لألك. الأمر ببرج السرطان صديقك، فالأمور لألك إيجابية، مؤثر على الآخرين، كلامك مسموع. تعمل جاهداً لترتب أوراق، أعمال، أولويات، تحقق نجاح وتبلور أفكارك. والأمور العلاقة بالإيجابيات، خاصة إنك هيك عم تكسر قيودك النفسية وعم ترتب أمورك بطريقة جيدة. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 28، وأتمنى له السعادة. كل عام وأنتم بخير. القوة والمال سيكونان بين يديه بسهولة، لأنه محبوب بطبعه، بيعرف يستقطب محبة الآخرين، عاشق للتنقل، ساعي بنفس الوقت لحالة استقرار فكرية، طيب القلب. من السهل إنك تربح عواطفه، يشعر بالمسؤولية تجاه الآخرين. من الأشخاص اللي علاقاتهم بالآخرين جيدة، لأنه متكيف عموماً، صامت، هادئ، كلامه بيدرسه، بيدرس قراراته. من الأشخاص اللي ما يغشك هدوءه، وتظن أنه بيقبل الخضوع، ما أنه من هذا النوع، بس مشكلته بحساسيته المفرطة. طبعاً سنة كتير مهمة بالنسبة له من هلأ وما بعد. الأشهر القادمة أنا بعتبرها جيدة جداً وإيجابية، وغالباً فيها تغييرات ربما عاطفية، ربما بأموره العملية. إن شاء الله أيامكم دائماً سعيدة وتضلوا دائماً بخير. طبعاً رسائلكم بالتأكيد على 18 45
من أي موبايل داخل سوريا، وانتبهوا إنه تكون برسائلكم في يوم شهر سنة واسم. لا أقدر جاوبكم لأنه على أساس هدول أنا بجاوب. جمانة عم تسألني عن أمورها، عندك شهر قادم بياخد العقل يا جمانة، ربما فيه قصة عاطفية مفرحة، بداية جديدة ربما. هلأ الشهر القادم لألكم إيجابي وجيد، طبعا مو كل السنة رح تكون منيحة، لذلك سبي الأيام اللي جاي. نعمة بنت فاطمة، يسعد أوقاتك يا نعمة. هلأ لا الشهر القادم جيد صحيا، جيد ماليا، وهي هاي السنة الشهر القادم فيها إيجابي جدا، يعني أفضل على كل الأحوال من هذا الشهر، فيه شغلة مختلفة. علي مواليده 74، يسعد أوقاتك يا علي، والله أمورك جيدة جدا. هلأ لبلشت يا علي السنة لألك بالمتبقي منها مهمة، خاصة هلأ التاسع والعاشر يعتبروا الأشهر الأفضل. عقبة عم تسألني عن أموره، عم يسألني عن أموره، وبعتذر يسعد أوقاتك يا عقبة، أمورك جيدة جدا يا عقبة. الشهر القادم واللي بعده غالبا فيها تغييرات ممكن يكون مفرحة لألك، شغل عقلك عقبة، أنت صلك فترة ما عم بتشغل عقلك كما يجب، أنت حدا عاقل وبتعرف تتصرف ويعتمد عليك، فشغل عقلك بس. يسعد أوقاتكم وتضلوا دائما بخير وتضلي بألف خير.